أينما رحت، أينما ارتحلت، موطني هو موطئ قدمي، هو موضع رأسي. أنا أحب التحديات، وتحدياتي هناك عند البادية في الصحراء. موطني هو رحلتي. ليش تضيع وقتك مع الكتب الميتة؟ روح إلى الحضارة الحية. تيجي إلى الشرق الأوسط نفسه مثل الرحالة الأولين، ما تكون مثل دون الكتب. الرحالة الأخير قريباً على شاشة العربية.